أنا بقالي فترة بسمع عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام وإسهاماتها في صناعة السينما، فلما جات لي الدعوة للمشاركة أنا كنت متحمس الحقيقة. غرفة العصف الذهني دي أكتر مكان بحب أكون موجود فيه في صناعة الأفلام، إن أشعر إن إحنا بنتشارك الأفكار عشان نطور أفلام بتكون مفيدة لصانع الفيلم، بس في المقام الأول بتكون مفيدة للمشاركين لي أنا شخصياً، إنه إن أنا عندي حماس إني أرجع القاهرة وأشتغل على المشروعات بتاعتي، فدي حاجة فايداني أنا شخصياً، يعني ادتني طاقة ما للشغل. هو اللي بيحصل عادة إن إحنا بنقع في غرام أشياء ونتمسك بيها جدا، وما يبقاش عندنا القدرة إن إحنا نقف وقفة مع النفس ونقول إن ده شيء مش أصيل في المشروع بتاعي، بس أنا بحبه وعايز يكون موجود. مع الشغل بيبقى فيه جرأة، بنقدر نشيل من المشروع الأشياء اللي مش أصيلة، اللي مش بتفيده، مش بتحركه لقدام، اللي ممكن تشوش المشاهد. جايز في البداية بيكون عندنا طموحات كتير جداً جداً، دي حاجة ميزة وعيب. ميزة إن يكون في عوالم وتفاصيل كتير جداً عايز أقدمها، سواء في الحكي أو تفاصيل بصرية، دي ميزة كبيرة جداً جداً، في زخم من الأفكار، بس هي في نفس الوقت هي قد تكون عائق، لأن الزخم ده ممكن يعني يعمل تشويش بعض الشيء. أكتر حاجة يعني بقولها لأي فيلم ميكر إن هو ركز طول الوقت انت عايز توصل بإفكت او تأثير عامل ازاي عند المشاهد، وخليك تشتغل عند الإفكت ده وشيل اي حاجة ممكن تؤثر على الإفكت ده. انا بشعر ان الأردن اولا كصانعي افلام ففي شباب متميزين جدا جدا، بكتشف انه كمان في ممثلين كويسين جدا، ممثلين موجودين في مصر بيمثلوا في مصر ومن اروع الممثلين اللي احبهم لقلبي. فبلد عامرة بالسينما وبلد بتدعم سينمائيها، جايز ربما لسه مش في المكان على مستوى شكل وحجم الإنتاج اللي هي تستحقه الحقيقة، فجايز ده هو المحك أو الخطوة الأهم اللي بتحصل دلوقتي واللي انتوا بتحاولوا تحققوها، لأن شايف انه كل العناصر متوفرة، سينمائيين، أجواء مناسبة للتصوير، مواقع تصوير مدهشة جدا، فالحقيقة كل الأمور متوفرة إن السنوات القادمة نشوف إنتاج أردني على مستوى كم وكيف في قفزة كبيرة. أجمل حاجة إن الواحد يخرج من دائرة الاحتراف بما تعنيه الكلمة بمعنى ويرجع تاني يبقى يشعر بإحساس الهاوي المحب للفن، ده إحساس لطيف أنا كنت محتاجه، فأنا بشكركم.